استمع معي رعاك الله إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن أسباب انشراح الصدر. الأمر السابع الذي به تنشرح الصدور الشجاعة، فيقول رحمه الله: فليس هناك من هو أسعد من قلب الشجاع. ليس معناه المتهور، لا، والشجاعة أنواع. الشجاعة أن تكون شجاعا في مفارقة رفقاء السوء، هذه شجاعة يسعد بها قلبك وينشرح بها صدرك. الشجاعة إذا رأيت حدود الله تقتحم، ورأيت أعداء الله يأتون وهم أهل الأهواء والبدع، يأتون بالخرافات، ولديك علم شرعي، الشجاعة هنا أن لا تنظر إلى أحد وأن تصدع بالحق، شجاعة. لأن بعض من الناس قد يكون لديه علم لكنه ليس بشجاع في نشره وفي صدعه للحق، وتلك الشجاعة تكون بالضوابط الشرعية، ليس تهورا، لا، وإنما بالضوابط الشرعية. فالشجاعة حينما يحتاج إليها بضوابطها الشرعية، سواء فيما يتعلق بمفارقة أصدقاء السوء أو مدافعة أعداء الدين أو الصمود بنشر الحق أمام أهل الأهواء والمبتدعة حتى يسلم دين الله، هذه الشجاعة المحمودة إذا كانت بضوابطها الشرعية، وبالتالي فإن هؤلاء من أسعد الناس قلوبا. قال رحمه الله: أما الجبان فهو من أعظم الناس ضيقا للصدر.